أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في تي في ألا. أنتم معنا الآن في برنامج ألا بودكاست، ومعكم المذيعتين إيمان وأميرة. السلام عليكم، مرحبا أميرة، كيف حال؟ وعليكم السلام إيمان، الحمد لله، أنا بخير وبصحة جيدة حتى الآن، وأنت؟ والله أنا تشرفت بلقائك وبالحديث معك. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا جميعا بكل خير وسرور. من المعلوم لدينا أنه منذ نهاية ديسمبر 2019 انتشر فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وهذا المرض خطير جدا وشديد العدوى، وكذلك في ماليزيا فقد ازدادت الإصابة بهذا الفيروس يوما تلو آخر، حتى أن الحكومة أمرت بتأكيد الحركة لمنع انتشار هذا المرض الخطير. نعم أميرة، وللسيطرة على الحركة الواحد من التجمعات فقد أمرنا أن نبقى في المنزل ولا نذهب إلى الخارج إلا عند شراء ما نحتاج إليه وبحذر شديد. والآن نحن نعيش مع معايير جديدة مثل التعليم عبر الإنترنت. إخوة والأخوات الأعزاء، لا تحزنوا ولا تقلقوا مع هذه القواعد المفروضة. ولنتحدث بموضوع آخر، فأنا لدي سؤال يا إيمان، لماذا أنت متخصصة في اللغة العربية؟ ولماذا تدرسين في هذه الجامعة وليس في جامعة أخرى غير IIUM؟ طيب، شكرا أميرة. بادئ ذي بدء، كما نعلم ليست كل الجامعات في ماليزيا لديها تخصص الآن، يعني اللغة العربية وأدبها. فالجامعة التي لديها هذا التخصص جامعة العلوم الإسلامية ماليزيا، وكذلك جامعة سلطان زين العابدين وبعض الجامعات أخرى. ولكن السبب الرئيسي لمتابعة هذا التخصص بشكل أساسي هو أن لدي شغفاً باستكشاف اللغة، وأعتقد أن لدي إمكانة في هذا المجال أيضاً. حقيقة في البداية لم أفكر فيما سوف أفعله في مسيرتي المهنية لاحقاً، إذ لم يكن لدي أي شيء آخر يمكنني أن أفكر به في هذا التخصص خلاف أن أكون في مجال الترجمة أو التأليف. كنت أفكر فقط في تعلم اللغة العربية لأنها كانت إحدى المواد المفضلة لدي خلال سنوات الدراسة الثانوية، إلى جانب الرياضيات فقط كنت أحب دراسة اللغة فقط وأريد معرفة المزيد. والسبب في عدم دراسة اللغة العربية في الخارج وأنني لا أستطيع أن أتذكر السبب حقا، فقد مر وقت طويل على اتخاذ هذا القرار، فقد كان هذا قبل ثلاث سنوات، أليس كذلك؟ وقت طويل، كأنني لا أملك ذاكرة فيما يتعلق بهذا. لم أفكر قد في الدراسة في الخارج في المدرسة الثانوية، كنت أفكر في متابعة الطب في مصر، لكن أحياناً نغير رأينا، وأعتقد في تلك اللحظة أنني لم أكن متأكدة حقاً مما سوف أفعله في حياتي. لذلك بعد أن اتخذت قراري في تعلم اللغة العربية ولم أعد مترددة في تقرير ما أريد أن أفعله لمستقبلي، قررت أن أتابعها هنا في الجامعة العالمية ماليزيا، يعني جامعتنا IIUM، لأنه لم يكن لدي أي فكرة عن الجامعات الأخرى التي يمكنني دراسة اللغة العربية فيها. وكذلك بالنسبة لي، فاللغة العربية هي مادتي المفضلة منذ كنت في الابتدائية. مع ذلك كنت أود أن أكمل دراستي في مجال الصيدلة في مصر، هذا بسبب إرادتي لأصبح الصيدلانية، وقد كان بالإمكان أن أتعلم اللغة العربية وأتحدثها، ولكن ليس لدي الإمكانية للدراسة خارج البلاد.
ولكن لاحظ وفقني وتحصلت على أرضي من الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، يعني IIUM، للغة العربية وآدابها. وقد كنت سعيدة جدا بذلك، لأن الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا جامعتنا هي جامعة أحلامي. والآن وبعدما يقرب من سنتين من دراسة اللغة العربية هنا، يمكنني القول أنه كلما درست اللغة العربية كلما وقعت في حبها وزاد عمق هذه المعرفة في قلبي. طيب، هذا جميل جدا يا أميرة. طيب أيها المستمعين الكرام، قبل أن نواصل حوارنا اليوم، هيا نستمع إلى هذا النشيد الجميل. سنراكم قريبا في ألا بودكاست. طيب في الحياة ترى الحياة تتبسم وطل يتصرب في الحياة.
يا أيها المستمعون الكرام، الآن هيا نواصل حوارنا بسؤال آخر إلى أختي أميرة. أميرة، وبما أننا نتعلم عبر الإنترنت، فما هي فوائد وعيوب طريقة التعلم هذه يا أميرة؟ أحد من المزايا التعلم عبر الإنترنت أنه يمكننا تحسين وصقل مهارة تكنولوجية المعلومات لدينا. هذا لأننا سنعتمد اعتماداً كاملاً في المستقبل على التكنولوجيا والأدوات مثل الكمبيوتر وجهاز الحاسوب أو المحمول والهواتف الذكية، وبذلك نتعلم أشياء جديدة ونستكشف التكنولوجيا ونستفيد منها. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل التعلم عبر الإنترنت من التكاليف المالية، وذلك لأن التعلم عبر الإنترنت يلغي تكلفة نقل الطلاب وأطعمة الطلاب والرسوم الأخرى. نعم، أوافق رأيك يا أميرة، فإن أكثر ما يريحني في تعلم عبر الإنترنت هو أنني أستطيع أن أحضر الدرس بالطريقة التي تريحني، أي ليس علي فعلاً الاستعداد لها بلباس معين مثل الذي كنا نلبسه في فصولنا داخل الجامعة. هل تفهمين معانيه؟ وكإناث أعتقد أننا نرتدي شيئاً غير رسمياً ومريحاً مثل الأشياء الخالية من الحديد كما تعرفين، يعني أينلس. لأن في الفصل العادي كان علينا دائماً قضاء المزيد من الوقت في الاستعداد. أنا لا أقصد أننا لم نكن نرغب في ارتداء الملابس بشكل جيد، ولكن معنيه هنا هو أقل قدر من الجهد في الاستعداد الذي نقضيه في الاستعداد للدروس عبر الإنترنت. إلى جانب ذلك، أعتقد أن الفصل عبر الإنترنت يساعدني في الحصول على مزيد من الراحة على ما أعتقد. مثلاً، يمكنك الحصول على قيلولة عندما تريد ذلك، ولست مضطراً حقاً إلى المشي وإيجاد أماكن مناسبة لأخذ قيلولة خلال فترة ما بعد الظهر. على سبيل المثال، إذا كنا في الجامعة، فعلينا السير من الفصل إلى المسجد، أو ربما العودة إلى المحلة إذا كان الفصل التالي في غضون ساعة قيلولة. في المنزل يمكنك الذهاب مباشرة إلى قيلولة إذا كنت متبعة جدا بعد انتهاء اليوم الدراسي، أو ربما يمكنك الذهاب إلى غرفة المعيشة لمشاهدة التلفزيون لهروب من التوتر. ومع ذلك هناك سلبيات التعلم عبر الإنترنت، ومن هذه السلبيات عدم قدرة الطلاب على التركيز على الشاشة لفترة زمنية طويلة. يستشتت انتباه الطلاب بسهولة عند استعمالهم المواقع الأخرى. علاوة على ذلك، يحتاج التعلم عن بعد إلى اتصال جيد بالإنترنت من كلا الطرفين، إما المحاضرين أو الطلاب. ومع ذلك يواجه بعض الطلاب مشكلة الإنترنت، وغالباً ما يفوتهم الدروس. طيب، بالنسبة لك أنت يا إيمان بصفة شخصية، هل تواجهين أي مشاكل في التعلم عبر الإنترنت خلال هذا الوباء؟ بالنسبة لي الحمد لله، أعتقد أنني أنعم بأجواء مريحة جدا للدراسة في المنزل، فلا أعتقد أن هناك صعوبات خارجية أواجهها حتى الآن. أعتقد أنه أكثر شيء مقلق أواجهه هو كسر. وأنت؟ بالصراحة لقد واجهت بعض الصعوبة في المنزل من ناحية تقديم الالتزام الكامل كطالبة وكابنة يعتمد عليها في الأسرة. على سبيل المثال كطالبة،
كان علي حضور الفصول تقريبا منذ الصباح حينما لن أتمكن من مساعدة والدي إذا كان بحاجة إلي، وعادة في عطلة نهاية الأسبوع سأحتاج لقضاء بعض الوقت مع عائلتي، ولكن أغلب الأحيان في ذلك الوقت كان هناك اجتماع وعلي أن أحضره. لذلك أحيانا أشعر بالذنب لعدم وقتي. طيب، وكيف التغلب على تلك المشكلة يا أميرة؟ ومن طرق لحل تلك المشكلة كنت سأخبر والدي أن جدولي الدراسي، لذلك ستكون عائلتي على دراية بزمن فصولي، وسوف تتفهم وضعي حيث يتعين على حضور بعض الفصول وقد لا أتمكن من مساعدتهما خلال تلك الفترة. وفكرت أيضا في حال آخر، وهو أنني كنت أدير وقتي بحكمة، حيث كنت أقوم بأعمالي المنزلية دائما في الليل أو بعد الفجر حتى أوافق بين الوقت دراستي وبين أشغال البيت، وأحدد تواريخ الواجبات المهمة في التقويم حتى أتمكن من البقاء في حالة تأهب وإكمال العمل في الوقت المحدد. وأحياناً أحتاج أيضاً أن أعمل تذكيراً أو تنبيهاً على هاتفي إذا دعت الحاجة. هكذا، وأنا أعتقد أنه لتغلب على كسلي أخطئ ليومي في الليلة السابقة لتعزيز حافزي لليوم التالي. أنا لا أفعل هذا كل يوم، لكن في معظم الأوقات كنت أفعل وأجده فكرة جيدة، ولكنني لا أنسى أن أستريح من كل هذه الأعمال من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الترفيهية التي تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة القصص القصيرة. حسناً إيمان، الآن نأخذ دقيقة من الاستراحة. سنترككم مع هذا النشيد الجميل. هيا نستمع معاً ونراكم قريباً في على بودكاست اللغة العربية لغتنا الجميلة. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، يا ذا العز يا ذا الجود جود لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي إنني أخشى وأرجو أمانا منك، فمن لي بأني. إلهي قد رجعت إليك عما سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني. تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجري إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي أنت ذو صفح جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال لقد أتينا إليكم بعد الفصل. طيب يا أختي إيمان، لو سألتك أيهما أفضل، الدروس الوجهية أو عبر الإنترنت؟ حتى الآن أنا على ما يرام على الاثنين، لأن كلاهما له تأثيرات إيجابية وسلبية بالنسبة لي، ولكنني أفضل الفصل الوجهي. أولاً بسبب البيئة الجامعية التي تحفزنا أكثر على الدراسة فيها، وشرح المحاضر أمام الطالب بالفعل ينمي لديه شعوراً بالدراسة وليس مثل ما نقوم به الآن، فالطالب بحاجة إلى أن يكون لديه اهتماماً قوياً حتى يتمكن حقاً من فهم الدرس الذي تم تقديمه، ناهيك عن اتصال بالإنترنت الذي يقطع جلسة التعلم ويستغرق معظم وقت المحاضرة. ثانياً، احتياج الطلاب إلى المكتبة، فمن الضروريات لإكمال الطلاب واجباتهم أن يستعينوا بالكتب، وبذلك يكون الذهاب إلى المكتبة أمراً ضرورياً. وثالثاً، من الأفضل لنا التقليل من وقت جلوسنا أمام الشاشة، يعني أمام الكمبيوتر، وهذا ليس مفيداً لأجسامنا ولكنه مفيد أيضاً لأقولنا أيضاً. وفي الرأي الدراسة في الجامعة أكثر فعالية وإفادة، أتحدث كذلك لأنه يمكننا أن نوالي اهتماماً أكثر بالمذاكرة وبالبحث في الكتب فالمكتبة من المرافق المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها. على سبيل المثال، إذا تم تكليفنا بإجراء دراسة حالة وتحتاج إلى الرجوع إلى بعض الكتب، فيمكننا البحث عنها بسهولة في المكتبة. طيب، سؤال آخر لك يا أختي إيمان، ما هي جهودك في تحسين اللغة العربية خلال فترة كوفيد-19 هذه التي تعتمد أكثر على التعلم الذاتي؟ طوال هذا الوقت في المنزل أقوم بتحسين اللغة العربية من خلال قراءة المقالات العربية في بعض مواقع مثل موضوع والأخبار من برنامج، وقراءة بعض القصص العربية القصيرة من خلال بعض التطبيقات مثل الكتب القيمة، وكذلك قصص الأطفال من تطبيق قصص عن صافر الجنة يعني في الجوجل بلاي. لقد شاهدت أيضا مقاطع فيديو كرتونية مثل سبونج بوب باللغة العربية،
يعني سبونج بوب أو بافج وأوبيني بين، شاهدتها في يوتيوب. وإلى جانب ذلك، فإن المواد التي تناولناها مثل النحو والصرف والنصوص العربي وعلم البيان، نحن درسنا الاستعارة وكناية التي تساعدني أيضاً كثيراً في فهم النصوص العربية. نحن متشابهتان. أحب أيضاً قراءة الأخبار على الإنترنت لزيادة مفرداتي باللغة العربية، ولكن في معظم الأوقات أشاهد دائماً فيديو قصيرة في يوتيوب قبل النوم، على سبيل المثال قصص الأطفال من قناة زاد الحروف وحكاية عربية، وذلك لأن الفيديوهات ممتعة وتستخدم اللغة العربية فسحة. إذا كانت هناك بعض الكلمات التي لا أفهمها أو كانت جديدة بالنسبة لي، فسأقوم بتدوينها والرجوع إلى المعجم لمعرفة معناها. طيب، يبدو أننا تحدثنا كثيراً يا أميرة، وليس لدينا الوقت المزيد من الأسئلة، فوقتنا ضيق جداً. هل لديك أي شيء آخر لتقولين قبل أن ننهي هذه الحلقة يا أميرة؟ حسناً، أيوه، أريد فقط أن أنبه الطالب وأقول له تذكر أن رحلتنا كطلاب هي عملية تعلم بغض النظر على مدى صعوبة حياتنا، فنحن كطلاب نحتاج إلى بذل القصارى جهودنا وعدم الاستسلام بسهولة، فلا يزال لدينا الوقت لتحسين أنفسنا، لا يزال لدينا فرصة لنكون أفضل ونتفوق في دراستنا. إذا كنتم لا تفهموا شيئاً فلا ترددوا في سؤال المحاضرين أو الأصدقاء، لا تخجلوا ولا تخافوا، وإن شاء الله ستؤتي مرحلنا الدراسية ثمارها من صلاتنا واجتهادنا وسننجح إن شاء الله. طيب أميرة، ما شاء الله الكلام الجميل، جزاك الله خير الجزاء أختي أميرة لكلماتك الحكيمة، إن شاء الله سننجح معا بإذن الله. أيها المستمعون الكرام، نصل بذلك إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، داعين الله أن يبارك فيكم جميعا ويعطيكم الصحة والعافية. أتمنى أن يكون هذا الشهر الكريم شهر مغفرة ورضوان، وأن يكون أفضل من رمضان السابق، وأن يعينا جميعا في هذه الرحلة الدراسية. نشكر الله على مشاهدتكم واستماع إلينا، وتابعونا على قناة تيفي على اللغة العربية لغتنا الجميلة. فقط ابقوا في منازلكم وكل عام وأنتم بخير والعافية، ونلتقي معكم بإذن الله في أوقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة وإلى اللقاء.